لا قانون فوق الحسابات السياسية، فالدستور والقوانين العامة مباحة أمام تسجيل النقاط. اعتكاف رئيس الحكومة هذه الخطوة غير الدستورية بحسب المشرعين تبعها استقالة وزير العمل شرب النحاس في خطوة ليست الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية، إنما كانت جميعا ذات طابع سياسي. فماذا عن خطوة وزير العمل شرب النحاس؟ فيما يتعلق باستقالة الوزير حسب النظام الدستوري والبرلمان المعتمد في لبنان تعتبر نافذة ونهائية منذ تاريخ إعلانها من قبل الوزير، وبمعنى أدق تعتبر نافذة ونهائية منذ تاريخ تقديمها خطيا إلى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة. فهذه الاستقالة مرتبطة بشخص الوزير وإرادته، وغير مرتبطة على الإطلاق بموافقة رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية عليها. أعتقد أن لها أي قيمة دستورية أو قانونية على الإطلاق. يصبح لها قيمة عندما يعلنها الوزير مباشرة أمام الرأي العام، أمام وسائل الإعلام المختلفة، أو أن يتقدم خطيا بهذه الاستقالة إلى المراجع المختصة التي هي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. مجلس الوزراء لا يملك أي صلاحية لمناقشة استقالة أي وزير، لكن في استطاعته مناقشتها سياسيا. عندما تصبح الاستقالة نافذة يكلف أحد الوزراء المكلفين بالوكالة مكانهم، إنما ينبغي إصدار مرسوم جديد بتعيين شخص جديد مكان الوزير المستقيل، يعني وزير جديد محل الوزير المستقيل. وهذا ليس الحكومة غير رئيس الجمهورية، رئيسي الجمهورية والحكومة غير ملزمين بإصدار هذا المرسوم على الصعيد القانوني والدستوري، إنما يبقى هذا الموضوع نتيجة الملائم السياسية. لكن يعني هذا اجتهاد قانوني، اللي هو اليوم فين الرئيسين رئيس الحكومة والجمهورية أنهم يطرحوا أي بديل عن الوزير نحاس ويكتفوا بالوكيل. هذا لا يمنع، هذا لا يحودنا اعتبار عدم عرضه على مجلس النواب، هو مخالف للأصول الدستورية والبرلمانية. التعامل الإداري منذ فترة قديمة هو أن لا يعرض هذا المرسوم على مجلس النواب لرأي الثقة. إنما من ناحية الدستورية ومن ناحية البرلمانية، بما أنه ثقة أعطيت على أساس بأن الوزير وعلى أساس شخصية الوزير، فمن باب أولى عندما تتغير حقيبة وزير معين أن يعرض هذا الموضوع على مجلس النواب لنال الثقة مجددا. عند بعض الدستوريين لا يمكن للوزير رفض قرار مجلس الوزراء، في حين يقول آخرون إن فتح باب محاسبة الوزير من خلال طرح الثقة أو غيرها يعني أن للوزير الحق الكامل في رفض أي قرار، لا سيما إن وجده غير قانوني.